جاية بشيء. بعد استماع المحاضرة ثم ثلاث نقاط تجلب الانتباه في قراءة أولين. متابعة بالمحاكمة وظروف المحاكمة وحيثياتها وملف التعديل، المسألة التي تطرح في هذا المجال هي في طبيعة النظام السياسي بعد 56. ما هو النظام السياسي الذي أرسل رقيبة غدا استقلال تونس 56؟ هل هو نظام ديمقراطي؟ هل هو نظام شمولي؟ فردي؟ استبدادي؟ علاقة الحزب بالدولة وهيمنة الحزب على الدولة والتداخل بين الحزب والدولة؟ لو بارتي سي ليتا، ليتا سي لو بارتي، لو بارتي سي لا ناسيون. مسألة التداخل هذه. دونك هذه النقطة الأولى. طبيعة نظام بعد 56. النقطة الثانية، علاقة السلطة بالقضاء. اللي هو نتكلم عليه مسألة استقلالية القضاء. لأن القضاء إذا تم إخضاع إلى السلطة الحاكمة تنتهي الحرية. بعد ما نتكلم على محاكمة في شهر وإعدام إلى غيره، تذكر مثلا واضح أن القضاء يخدم السلطة الحاكمة. نقطة ثالثة ولا أقول جديد في هذا الكلام، هذا ذكرت المداخلات السابقة، علاقة السلطة بالإعلام وهي مسألة مطروحة اليوم. الإعلام في 62 كان كما ذكر الأستاذ حماد الدالي توا ذراع أحد أذرع السلطة. فما استقلالية الإعلام؟ فما إعلام قام بحملة كاملة في البلاد ضد الدولة الوطنية. تشويه ولا غيره؟ وكذا ثلاثة نقاط. طبيعة السلطة السياسية، طبيعة القضاء وطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والقضاء، ثم العلاقة بين السلطة والإعلام. هذوما ثلاثة نقاط. وهي نقاط مطروحة إلى اليوم، لم تحصل إلى اليوم. واليوم حول اليوم حول صراع قوي جدا. حتى لو كان ملاحظتين بسيطتين وأنتين. الملاحظة الأولى أستاذ خالد، لا أوافقك الرأي في قراءة رأيتها من جانبي وكأنها قراءة جهوية للتاريخ. أكيد أن معركة بنزرت كانت عنصر مساعد قوي جدا في عملية 62، لكن بنزرت في 61 سالت فيها دماء كل التونسيين، كل التونسيين في 61 في معركة جلال. اثنين من السين الذين قاموا بالعملية في المستير هم وطنيون ينتمون إلى كل جهات البلاد. أحمد الرحمن قسرين، العاكر الأساسي أبو يحيى قصر، البمبي من القلعة الكوكرة، البراكلي من بحرين لا غير ذنب. أكيد أن هنالك حس محلي جهوي، ولكن هؤلاء الناس هم وطنيون. وسبق ان كانوا في فلسطين مزرع شرايتي والبملي وعلاقات قويه جدا. اذا كما تكلم التدخل الاول هم وطنيون، هم قوميون. النقطه الاخيره حتى لو قيل مساله الارشيف. ارشيف المحاوله اعدم، ولكن كما ذكر الاستاذ كمون بعد ثورة 14 جانفي الأرشيف تعرض للإعدام، والمتدخل الذي سبقني أشار إلى هذه النقطة. الكثير من هو متورط في 62 وبعد 62 وما زالوا إلى اليوم فاعلين سياسيين على الساحة السياسية. وشكرا. كما في عملية صحيحة معقولة منطقية، أم هو اعتداء على المصالح التونسية؟ هذا يملكه الدور كل المؤرخين والعقلاء. لكن حبيت ذويك أن أقولش المفعل المقروش، أنا حبيت أقول قيمة على الكلمة اللي هو قيمة ذويك وأقالت في الرياء
قليل فهم مجموعة الله يسلمك قليل منهم اللي هو ماهوش محكوم لعبد فرنسا فرنسا من 10 سنوات إلى الأعداد لا ما دخل لا من أقوالك مثل حياتي تحكم معه الأغلبية تحكي نفسك اليوم حتى ما تحكموش فروا بالجبل وقاوا الاستعمار الفرنسي بالإمكانيات طبعا ما مانيش كيما فيتنام أو المعركة بتاع جيب دافو عن 47 لا لغاية لكن عن حقيقة المطر ما كنتش يحترف تيرتي وفجرة يعمل بها ثلاث حسابات لكن عن لكن هم متعرض للأعداء كلمة
سالم في كثير من المناسبات يدافع على شخص بورقيبه وواحد هذا حق، لكن مش نقول له انا اللي بورقيبه بيده شد الحكم محاوله انقلابيه. جاء معنا الشعب التونسي الكل محاوله انقلابيه على البيت. جاء معنا الشعب التونسي خاطر سماها جمهوريه، لكن احنا من المملكه على المملكه. Thank you.
بورقيبة اللي عنده بعض داخل يعني كان عنده في يحمل فكر قريب من غرب أنه الهادي محمد هادي اليفسي هو علي اليفسي اللي كان أول يتبع دستور القديم البورقيبة سميه دستور الحر حزب الحر الدستور حزب الحر الدستور كان ممثل في فيري ليه في مازل بورقيبة وأول واحد اللي بعد كان كان يتنافع مع بورقيبة برشا خاصة بعد 34 بورقيبة ما كانش عنده فيزا في الحزب اليوم الدستور ما كانش يكسب فيزا ما عندوش رأس كان فما الحزب الإداري بتاع العام هو المركز على هذيك كلافة في فترة معينة مع بن يوسف بن يوسف هو امتداد للتعاون من بعد صار سي بورقيبة عاود تلاقى مع بن يوسف فيما يخص منظمة في نتاع شمال افريقيا معناتها الاتحاد المغاربي في مصر المقر نتاعها تخلى معاه من بعد انقلب عليهم لأنه يمشي لنصائح نتاع بونديس فرانسيس لأنه قريب ياسر فكان الوضع هذاك انه الغرب يرى اللي كان يتمدد سبحان الله او متفضل ما حدش يعطي اسمه يعني هي ما تشعرش لا حدش يصلح له الوضع جديد توا حبيت نبين اني فما شهور بعض يقول اللي الناس هذوما ماهمش منافقين بالما طرحتوه كانه عام 61 جاوا ناس وعملوا قيلان لا فما تراكمات صارت بورقيبة انفرد برشا حاجات برشا حاجات قاعد بيهم برشا حاجات نحى جامع الزيتون قاعد ماشي في منهج بتاع الغرب واللي طالبين واللي طلب منه سيمون ديسمون جاو ناس صارت انتفاضه صارت احتفال كبير وفما انتفاضه الناس الغربيين هم باش يحاولوا يبدلوا الوضع هذاك ما مش عجبهم اقتصاديا فما املاك تفكر فما وضعيه فما انخراط في الدوله يصحوا المسار ربما جيش فكان البلاد ضد الناس مسارش وهذوما ناس احياتهم كامله يلعبوا وناس عندهم دي كومبيتونس نتاع كانوا كيما تجارب برشا ناس مش لاقوا بل انهم نهار السبت باش تقعد فينا نتاع صالح الحشين في جلاس في جلاس في ومحمد هادي في بازار في جميل بعد